في ضوء نجاح تطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم، واللذين جاء بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الحالي يشهد تعميم المختبرات الافتراضية لمادة العلوم على جميع المدارس الإعدادية. النعيمي أكد لدى حضوره تجربة تطبيق المختبرات الافتراضية في أحدى الحصص الدراسية أن الوزارة طبقت مختبرات مادتي العلوم والرياضيات تجريبيا بنجاح في 5 مدارس إعدادية في العام الدراسي الماضي، ما شجع على التوسع في مختبرات العلوم هذا العام لتشمل بقية المدارس الإعدادية، على أن يتبع ذلك في الفترة المقبلة تعميم مختبرات الرياضيات. وأوضح أن هذه المختبرات تمكن الطلبة من إجراء تجارب عملية افتراضية باستخدام برمجيات الحاسب الآلي، ما يوفر على المدارس الاستعانة بالأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في تنفيذ التجارب الواقعية، ويضفي الكثير من التشويق على الجانب التطبيقي لمادة العلوم، منوها كذلك إلى ما تقدمه هذه المختبرات من طرق تفاعلية متطورة لتدريس الرياضيات، خصوصا في الدروس ذات الصلة بالأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد، بما يرتقي بمهارات التفكير العليا لدى الطلبة ويحسن من قدراتهم الذهنية. هذا وقد تم تزويد جميع المدارس المنضمة حديثا لمشروع المختبرات الافتراضية بالأدوات والتقنيات الرقمية اللازمة، بما في ذلك توفير جهاز حاسب آلي محمول لكل معلم لمادة العلوم، مع توفير كل البرامج والتطبيقات ذات الصلة بتنفيذ التجارب الافتراضية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتطبيق هذا المشروع التربوي الرائد. في الواقع أن وزارة التربية والتعليم خطت خطوات ولله الحمد موفقة وواثقة من خلال التوسع في التمكين الرقمي واستخدام المنظومات الإلكترونية، ومن ذلك أيضا المختبر الافتراضي. الهدف من ذلك إيصال المعلومة للطلبة والطالبات من خلال الصوت والصورة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب والطالبات للإطلاع على التجارب، ولعدم الاكتفاء بمحدودية المكان، وإنما انتقلنا الآن إلى أفق أكبر بهدف رفع التحصيل العلمي للجميع. بالنسبة حق توظيف المختبرات الافتراضية في عملية التعليم والتعلم، أحس أن هي سهلت عملية التعليم والتعلم. بالنسبة حق الطالبات يسرتها لهم، زادت من دافعياتهم وإقبالهم حق الحصة. بالنسبة حق المعلم صارت في يده أداة تتيح له من السهولة التعامل مع مثلا مادة العلوم أو مادة الرياضة. طبعا هذه المختبرات الافتراضية أضافت إضافة جميلة لدروس العلوم من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد، وضحت الأفكار بشكل جميل للطالبات، وخلتهم يتعرفون على الجسيم بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني بشكل خلانا نستغني عن المجسمات المادية هذه. وزارة التربية والتعليم علمونا على برنامج الأوتوغراف، وهو برنامج سهل علينا عملية التعليم في مادة الرياضيات وخلاها مادة ممتعة جدا. وفي برنامج الأوتوغراف خلانا نعرف شلون نسوي المجسمات الثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد والفرق بين المحور الصادي والسيني وغيرها من المعلومات المختلفة. بعد الوزارة وفرت لنا البرنامج اللي هو أوتوغراف، اللي سهل علينا التعليم على المعلمات وعلى الطالبات. طبعا احنا وايد استمتعنا في هذه البرنامج، وشكرا للوزارة التربية. اليوم استفدت من برنامج انه ما في خطورة ولا شيء، والتجربة تتم علينا بدون سيفتي ولا خطورة، ونقدر نستعملها في اي مكان في الكمبيوتر. برنامج كرودال الفيزياء اضاف لي الكثير من المعلومات، ومنه هو يوفر لي من المال والجهد، يعني خليك تطبق العمليات التبيه في البرنامج نفسه وانت قاعد في البيت، ويعني سهل البرنامج.